تاع المباريات اللي تبقات. الذي وهناك اعلان عن ضربه جزاء، اعلان عن ضربه جزاء رضوان جيد. كان هناك صعود الكره وانذار، انذار على زكريا اسماعيلي وضربه جزاء بالفعل، ضربة جزاء لفائدة فريق الفتح الرباطي. أكيد بأنه حتى ضربة جزاء جات يعني ضمن مجريات ديال المباراة. نتابع، كانت الكرة طويلة رأسية ديال زكريا الإسماعيلي. أكيد كان هناك احتكاك مع بدر كشاري، الحكم شاف بأن ضربة جزاء ولو أن الكرة كيبان هناك احتكاك يمكن يكون عادي بين اللاعبين. حتى زكريا الإسماعيلي يعني كيقول الحكم بأنه لعب الكرة بالرأس على أين. رضوان جيد ما غاديش يتراجع على ضربة جزاء. أكيد بأنه مناقشة قرارات ديال الحكم كتبقى فقط تضيع ديال الوقت و يعني البطائق الصفراء. افتح بوخريس غادي ينفاد، افتح بوخريس وهدف، الهدف الاول للفتح الرباطي اللي كيجو كيجي في الدقيقه 31 لفائده فريق الفتح الرباطي. المسجل واحد افتح بوخريس من نقطه الجزاء. ضربه جزاء تنفذت بشكل جيد وفرحه مستحقه للجماهير القليله التي تتابع هذا اللقاء، جماهير فريق الفتح الرباطي. محاولة جميلة ديال فريق الفتح الرباطي ومرتد هجومي. بدر كشاني كيتمكن من إضافة الهدف الثاني لفائدة فريق الفتح الرباطي. وفرحة مستحقة لبدر كشاني وكذلك للفتح الرباطي وجماهير الفتح الرباطي بالهدف الثاني. كان مرتد هجومي خاطف من الجهة اليمنى، تحرك ديال عادل المسكيني، محاولة وبدر كشاني كيتمكن من إضافة الهدف الثاني. هدف كان جميل ديال فريق الفتح الرباطي. بدر كشاني هداف فريق الفتح الرباطي كيتمكن من إضافة الهدف الثاني. محاولة جميلة ديال فريق الفتح الرباطي، يعني سرعة كبيرة. بدر كشاني في المكان المناسب يسجل الهدف الثاني لفائدة فريق الفتح الرباطي. كل لاعبين ديال النادي المكناسي داخل المربع العامية كتنفذ، وهدف، هدف جميل ديال عبد المجيد الدين، هدف جميل ديال عبد المجيد الدين. الطريقة ديال اللاعبين الكبار، عبد المجيد الدين بالرجل اليسرى كيوضعها في الجهة اليسرى من مرمى الحارس عصام بدة. نتابع طريقة جميلة وفي زاوية يمكن نقول بأنه يعني ما يمكن يوضعها إلا لاعب كبير. عصام بدا فقط تابعها بالأعين دياله.